تحولت بعض الشواطئ بالجزائر إلى نقطة سوداء والتي محرم على العائلات دخولها بسبب مظاهر العري والاختلاط المبالغ فيه، وتحول اهتمام بعض العائلات إلى الاستجمام صيفا على أطراف الوديان هروبا من العري الموجود في الشواطئ ويقضون عطلة الصيف على الشواطئ. سنتعرف سويا في هذه المقالة، ولكن في البداية لا تنسى الإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا والاشتراك بالقناة. تحولت بعض الشواطئ بالجزائر إلى نقطة سوداء والتي محرم على العائلات دخولها. وإن كانت شواطئ كثيرة بالجزائر قد تحولت في السنوات الأخيرة إلى أماكن للعري واستعراض أجساد النساء والرجال، وهو ما يضع العائلات في حرج من أمرها، فهي مجبرة على معايشة تلك المظاهر رغما عنها لقلة الشواطئ العائلية. ولكن يوجد بعض الشواطئ الجزائرية التي تستطيع العائلات التمتع فيها بالسباحة بعيدا عن أي مظاهر مسيئة للنظر، فالشواطئ المتواجدة غرب العاصمة مثل شواطئ بالام بيتش وبعض المركبات السياحية أصبحت منفرة للأسرة. ويوجد أيضا بعض النساء والفتيات الجزائريات يرتدن ملابس سباحة عارية وكأنهن على شواطئ بلدان أجنبية، ويمشين على الشاطئ ويستعرضن أجسادهن المليئة بالأوشام. والغريب أن بعض الأمهات يسبحن رفقة بناتهن بملابس سباحة متشابهة في العري وتحت أنظار الوالد، وحتى الشبان لديهم نصيب من العري، فتراهم يرتدون ملابس سباحة ملتصقة بأجسادهن لا تستر شيئا. وهربا من هذه المظاهر أصبحت العائلات تفضل السباحة في بعض الأودية أو الذهاب إلى الغابات أو بالشواطئ الصخرية قليلة الحركة. ويعتقد البعض أن هذا التعري بسبب المغتربين الجزائريين، لكن الحقيقة أن غالبية العراه بالشواطئ من المقيمين والمقيمات بالجزائر، إلى درجة أن بعض الهاربين من العري بالشواطئ الأوروبية يصدمون بوجود أكثر منه بالجزائر. وهو حال إحدى السيدات المغتربات بفرنسا، فأخبرتنا إنها لم تصدق ما رأته عيناها، والتي رأت جزائريات يرتدن البيكيني الفاضح الذي تمتنع ارتداء بعض الفرنسيات، والتي قالت الفتاة الفرنسية: وقد شعرت بخجل كبير أمام عائلة زوجي، والحمد لله إننا غادرنا المكان بسرعة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة.